خلال لقائنا معاه تحدث عن بداياته الفنية. أنا تجربتي الأولى كانت قبل ما المعهد العالي زمان، يعني كان عمري 14 سنة. كان في فنان قديم جدا الله يرحمه اسمه سعد الدين بقدونس، وكان عندهم فرقة مسرحية هيك بسيطة، عملت فيها ملقن أول بداية. فكان يقول لي دائما لما بشتغل ملقن يعني أنا اللي بقعد بهي الكمبوشة، هلا ما عادت موجودة، وبيقول للممثلين المسرحية لأنه ما عندهم وقت يحفظوا، كان يقول لي أنت لك مستقبل يا أيمن لأنه أنت بتمثل لنا المسرحية مو بتقولها. أنا يا لبيبة صرت مثل شجرة يبساني ما منها ثمرة، مشان هيك أحسن شيء قطعوها ويعملوها حطب ويتدفوا عليه، لأنه أصلاً ما عاد يتنفعني إلا لهالشغل. وبكل تواضع أيمن ذكر لنا شركائه في تجربته الأولى، ولم ينسب تميزه في الدراما السورية لنفسه فقط. أنا يعني مالي الوحيد، أنا بحس أنه مهنتنا لحتى يكون منصف الواحد هي الشراكة، هو مشروع جمعي. بس أنا بعتبر بداية التحولات بلشت من عن نهاية رجل شجاع بالشراكة مع حسن ميم يوسف ونجدة أنزور، وطبعاً كانت معنا الغالية سوزان ومجموعة كبيرة من الممثلين. هذا المسلسل هو عمل شوي نقلة، يمكن أنا مو بس لأني كنت بطله، يمكن لأني كنت معني أيضاً بالجانب الإنتاجي بشكل أو بآخر فيه. أنت تاج راسي ولح تضل تاج راسي، لا تطلع هالروح مني. لا خبي لي هالحكيات للمساء، استني لقلك لك شو جايب لك، بس وعك حدا يشوفه. هذا موبايل آخر موديل طش على اللمس يعني. وهل قرر انه يقدم برنامج للقامات الكبرى لانه منهم؟ انا مو قامات كبيره، في الالتباس. انا عملت برنامج اسمه سيبيا، يستضيف ناس عاديين جدا من خارج المشارب الفنيه والثقافيه والمعرفيه. النقطه الوحيده العامل المشترك بينه انه كلهم تجاوزوا 70 سنه. بفتح معهم حوار، هم ناس عاديين، لأنه أنا عندي قناعة أن هذا الجيل ما بيصير يمشي من الحياة بدون ما يقول شهادته عليها. كل رحلة الحياة منشوفها صارت قصة، قصة كبيرة جواتها قصص كتير، ومنحس أنه هاي القصة لازم نرويها لحتى يكون عمرنا اللي مضى له معنى. وبما أنه أب، قدم من خلالنا نصيحة لجيل الشباب. لك ليش هيك عم تحكي؟ ليش هيك عم تحكي؟ أنا ما بدي وصف عليهم ونظر عليهم، هن جيل أذكى منا أكيد. أنا ما بيهمني أقول هن أهم ولا نحن، بس أنا دائما لي وصية صغيرة، أنا بتمنى دائما يدافعوا عن أحلامهم.